42 ونص، اذا حتى حسن روحاني في ايران 1.5، بتاع فرنسوا اولاند في فرنسا 2% الا ربع مثلا. اذا نحن لا نتحدث عن الرقم الكريه الذي نعرفه مصر جيدا وهو 99.9%، لكن اغلبيه الشعب السوري اعتقد انها لا تنظر الى المسائل الوطنيه حتى او المسائل الفرديه، ولكن تبص ان تنظر الى ان هناك بالفعل مؤامره دوليه ضد سوريا، وهم يقاتلون من أجل بقاء سوريا، لأن بقاء سوريا ضد ضوابط الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك نسبة لا يستهان بها من السوريين تقف مع بشار الأسد، إلا لما سر قواته، يعني سر صمود بشار الأسد لمدة ثلاث سنوات رغم أنه في دول الربيع العربي، يعني كل الأنظمة التي قامت فيها الثورات العربية سقطت الأنظمة، لأن معظم الشعب العربي السوري مع نظام بشار الأسد، لأنه ينظر إلى هذه المؤامرة الدولية ويريد إسقاطها، وبالفعل سقطت هذه المبادرات بدليل تغير وجهات النظر الدوليه تجاه سوريا. اليوم نجد انهم بعيدون كل بعيد، لا تنسى ان امريكا مثلا لا تريد ان يكون بشار الاسد مستبعدا، لان هذا يؤثر على المفاوضات السريه التي تجري بينها من ناحيه وبين ايران، ولا تريد افساد العلاقه مع ايران. اذا لان ايران هي الدوله الوحيده التي تساند الشعب السوري وبشار الاسد. يعني بشار الاسد نجح في ان يبقي نفسه جزءا من المعادله الدوليه؟ هذا صحيح، بشار الاسد نجح نجاحا باهرا في بقائه وفي صموده وفي انه ظل رقما صحيحا في المعادله اللي يمكن ابدا غض الطرف عنها. طيب المعارضه على الطرف الاخر، يعني حتى ردود الفعل الدوليه تجاه المعارضه تبينت في الوقت الاخير، قال اوباما نحن مع المعارضه المعتدله، وفي هذا توصيف ربما او تقسيم للمعارضه، ان هناك معارضه متطرفه وهناك معارضه معتدله. لأن ماذا يعني هذا؟ حالات القتل الموجوده في سوريا وتورط بعض فصائل المعارضه فيها تؤكد ان هناك نوع من المعارضه المتشدده، واذا واوباما مضطر ان يقول هناك حاله تشدد، لانه كيف يهاجم بشكل او باخر التشدد في اماكن كثيره جدا حتى لو كان يعني جنسيا او عرقيا وليس دينيا، هو ضد التشدد بشكل عام، فلا بد ان يكون متسقا مع ذاته. لكن المشكله ان المعارضه منقسمه، ودلع ذلك كما ترى اليوم هناك مفاوضات بين شريحه او بين فصيل فقط والائتلاف، لكن المجلس الوطني السوري وهذه المسميات من صنع خيال الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، لكن اللي كان هناك المجلس الوطني العراقي تذكرين، المجلس الوطني السوري، يعني اذا المجلس الوطني السوري التنسيقيه الى اخره كانت في خلاف كبير، لانه الكل يبحث عن نصيبه من التركه او قطعه التورته الموجوده في سوريا. ولذلك هنا يطل مره اخرى موقف مصر عندما يشدد على بقاء وطنيه سوريا او الارض السوريه تظل موحده، لانه يدرك تماما ببصيرته ان هناك مؤامره دوليه تهدف الى يعني تقسيم سوريا، وهذا شيء مرفوض، لان سقطت سوريا سقطت مصر سقطت مصر سقط الخليج، ولم يعد من دول اي شيء اخر. واعتقد اننا نعيش في ظل شيء ما بين، في ظل ما تسميه كونداليزا رايس عندما كان وزير الخارجيه، هذه فوضى بناءه فعلا، الفوضى الخلاقه كما اسموها بالحرف، فوضى بناءه وفوضى خلاقه. اعتقد ان ما حدث في ليبيا لا يمكن ان تسمي ان ليبيا اصبحت دوله، اصبحت دولا عديده، وحنا هناك حديث عن طبرق والعراق وحتى اليمن، ده من الجنوب، اليمن الشامي، اليمن الجنوب استيقظ مره اخرى، مصر تحدثون عن دوله يعني دولة إسلامية ودولة مسيحية، وحتى يعني أبناء النوبة لهم دولة، هكذا حتى جنوب السودان يعني للأسف شديد على وشك الانقسام هو الآخر. السؤال، هل إذا سقط بشار الأسد يعني هذا تقسيم سوريا؟ يعني بمعنى آخر، هل يجب أن يدعم بشار الأسد حتى تبقى سوريا؟ أنا أعتقد أن المؤامرة التي تعرض لها مصر هي نفس المؤامرة التي تعرض لها سوريا، وأندهش تماما من أن النظام المصري بعيد كل البعد عن الشعب العربي السوري، مع أن سوريا مهمة جدا بالنسبة لنا. نحن فخورون بحرب 6 أكتوبر، لكن حرب 6 أكتوبر كان سيكون لها وجه آخر إذا لم تتعاون معنا وتم التنسيق مع سوريا. كذلك عبد الناصر عندما ذهب إلى سوريا في زمن الوحدة رفعه الشعب السوري على الاعناق حتى سيارته، كل هذه الاشياء لا نستطيع ان ننكرها تماما. اعتقد اننا يجب ان ندرك ان ضرب سوريا وضرب مصر وضرب المنطقه العربيه كلها، والتركيز من جانب اسرائيل على الاقل، سوف يكون اذا انتهت سوريا وانتهت مصر سوف يكون الحقبه الاسرائيليه. هل العالم العربي، هذا السؤال، هل العالم العربي مستعد ان يحكم من قبل الاباطره الموجودين في اسرائيل؟ لا اعتقد. هو الحقيقه انه اعتقد الدول العربيه في مازق، يعني اذا وقف
انصفت في وجه المعارضة باعتبارها الثورة، فهي تقمع الحرية إذا وقفت مع النظام السوري، فهي هكذا يعني وبحسب ما يرى العالم أنه النظام السوري يقمع شعبه. هل تعتقد أن الدول العربية في مأزق؟ يعني الدول العربية في مأزق، لأن ما يحدث في سوريا ليس ثورة إطلاقا. نحن نقول أن عندنا ثورة بالفعل، لأنه عندنا بالفعل 30 مليون وخرج 33 مليون في جميع شوارع ميادين مصر، وبالتالي كانت هناك ثورة. لكن في سوريا ليست ثورة إطلاقا، هي معارضة كما توجد معارضة في فرنسا، في اسبانيا، في الولايات المتحده الامريكيه، هناك معارضه بشكل او اخر في سوريا. وبالتالي يجب الوقوف كلنا يد واحده اليوم وليس غدا، اليوم اليوم وليس غدا، بمعنى اننا مطالبون بان نقف مع الشعب العربي السوري. هل انت متفق مع الاراء التي تقول ان القاعده تعمل الان في سوريا، وان تنظيم داعش مثلا هذا التنظيم المشترك بين الشام وبين العراق فيه ايادي ايضا اجنبيه، ام بحسب ما تنفي المعارضة هي معارضة سورية خالص؟ تنفي المعارضة كما يحلو لها، لكن المؤكد أن هناك مرتزقة في سوريا، وأن هناك تنظيم قاعدة بالفعل تم نقله من خلال المساعدات اللوجستية التي تقوم بها قطر إلى آخره. يعني أرجو أن تعتقدي إذا لم تكن قطر وهي قوة إقليمية بشكل أو بآخر في المنطقة، إذا لم تكن تهدف إلى هدم سوريا، ماذا تهدف إذن؟ ثم إذا افترضنا جدلا ولا قدر لأن نظام بشار أسد انتهى، من سيكون البديل؟ البديل لن يكون هذه المعارضة أو تلك، ولكن البديل سيكون أكثر تشددا، ونحن نرفض الإخوان هنا وهناك وفي أي مكان، لأن التفكير التشدد هذا مرفوض شكل موضوع من جميع الدول العربية، من العقلاء حتى من أوروبا نفسها، بدل أنها تقول أنها تريد أن تساعد المعتدلين ليس المتشددين. نعم، اسمح لنا أن نأخذ يعني هذا الصوت السوري، الأستاذ عمار الحسن عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية يتحدث إلينا مباشرة من إسطنبول. سيد عمار، نتحدث عن الاختلافات بين صفوف المعارضة السورية، إلى أي مدى تؤثر على قوة الموقف المعارض في الجولة الثانية من جنيف 2؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدتي العزيزة. نحن الثوار والمرابطون على الأرض، ليس المعارضون الذين هم في الفنات والقصور وبجنيف وغيرها من هذه المناطق. نحن الثوار كلها من جنيف واحد والآن جنيف 2. لا مفاوضات مع نظام وحكومة الأسد القاتل الذي يقتل الشعب في جميع أنواع الأسلحة حتى الكيماوي. نحن لا نريد مفاوضات مع نظام قاتل يحكمه إيران وتحكمه روسيا ويستعين بالعناصر ومرتزقة حزب الله ومرتزقة الشيعة العراقية والمرتزقة الإيرانية. نحن لم نفاوض على دماء آلاف السوريين الذين استشهدوا وآلاف المعتقلين الذين هم في غيائب السجون. طيب أستاذ عمار اسمح لي، يعني بعد سنوات ثلاث من القتل والحرب والدمار في سوريا، ألا يمكن للمعارضة أن تقدم تنازل، أن تتفاوض مع النظام وترى ما هو أفق الحل بدلا من استمرار حالة الحرب والدماء على الأرض يمكن أن يطول الأمد لسنوات أخرى أيضا؟ سيدتي العزيزة، نحن نعرف بأننا بإذن الله تعالى إن متنا أو استشهدنا إلى جنان الخلد، لكن العترة والصدمة على من يقتلون في سبيل أسيادهم، في سبيل حزب اللات، وفي سبيل بشار الأسد الذي يقول لعناصره وقواته اذهبوا فأنتم ستقاتلون من أجلي ومن أجل سيادتي. نحن نريد الحل السلمي، ولكن بشار الأسد لم يضع لدينا ولا أي حل سلمي حتى في المساعدات التي تريد أن تدخل إلى حمص منذ يومين عن طريق الأمم المتحدة واليو إن، لم يسمح لها بالدخول وضربوهم في بالصواريخ الجراد وضربوهم في القذائف من الأحياء العلوية في حي حمص. طيب، لكن اسمح لي أستاذ عمار، يعني حتى الموقف الدولي تجاه المعارضة يرى أيضا أن بعض قوى المعارضة متشددة ومتطرفة، وبعض القوى الأخرى ربما تكون معتدلة، هذا أيضا يدعم فكرة الانقسام والانشقاق داخل صفوف المعارضة. إذا كنت تقول نحن المرابطون على الأرض نختلف عن من يقاومون من الفنادق والغرف المكيفة، إذا هناك حقيقة حالة من الشقاق والانقسام في صفوف المعارضة، ما الذي يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة من الشقاق؟ سيدتي عزيزي، نحن لا ننكر هذا الشيء. نحن كنا مغيبون عن السياسة لمدة 50 عام في سوريا، لم يكن هنالك غير القائد الخالد حافظ الأسد.
في سوريا لم نتعلم الدروس السياسية، في سوريا لم نتعلم عندما كنا يقول يتكلمون آباءنا في السياسة يقولون اسكتوا الحائط له أذان في سوريا. الآن الأمر تغير سيدتي العزيزة، الآن نحن نتعلم السياسة. نعم أنا معك بأن هنالك الحرب وحرب طويلة، لكن من عمل على هذا الشيء هو بشار الأسد. طيب بس هل تتعلمون السياسة يعني وأنتم تتعلمون السياسة والنظام يتمسك بموقفه؟ الضحية في النهاية والشعب السوري، المعارضة قدمت لها كل القوى الدولية كل ما تحتاجه، حتى تسليح المعارضة تم السماح به. إذا ما الذي ينقص المعارضة حتى تحقق التقدم الذي تريده؟ يا سيدتي العزيزة، لو الشعب مثل ما عم تقولي عم ينقتل وعم يموت، أنا واحد من الشعب، ماني واحد غريب. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، أنا في عندي من أهلي معتقلين وشهداء، كيف لي أن أتنازل عن حقي؟ بتنازل عن حقي بشرط واحد، عندما أنا أموت تمام يموت الشعب السوري كله، وعندها سيصبح بشار الأسد القائد على الكرسي الذي يحبه ويرفعه والذي يحبونه من تحته وهم مناصروه من الدولة العلوية والشيعة والذين يحبون فقط. نحن يوم الأمس في محافظة اللاذقية خرجوا مسيرات مؤيدة لبشار الأسد. من الذي خرج في اللاذقية؟ الذي خرجهم العلويون الذين يريدون الحكم في سوريا. نحن سيدتي العزيزة الشعب كله خرج بالمئات الآلاف في جميع المناطق السورية ليشيل الظلم والحقد الطائفي في سوريا، مع العلم بأننا منذ قبل هذه الأيام لم نعرف الطائفية ولم نسمع بها، لكن بشار الأسد جيش طائفته وجيش جيشه بالتحدث بالطائفية والقتل والذبح على هذا المبدأ. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمار الحسن، عضو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، متحدثا من اسطنبول. هو الآن يتحدث دكتور سعيد عن ثأر، يقول إذا تركت يعني حق الشهداء والمعتقلين فهذا يعني تفريط في الحق. هل هي الآن لعبة ثأر أم لعبة سياسة؟ العجيب أنك الوحيدة الذي قلت أن هناك شعب العربي السوري، لكن هو لم يتكلم لا من قريب ولا من بعيد عن الشعب، وكان الشعب مغيب وليس موجودا في سوريا، هو الوحيد الموجود في سوريا. الشيء الثاني أنه تكلم بمنطق من أول لحظة، منطق الطائفية عن إيران الشيعية، عن السنة، عن العلويين، ثم تكلم عن أنه هناك علويين ويقول نحن لا نعرف الطائفية، مع أنه أول خطاب قالوا كان خطاب طائفي بشكل أو بآخر. أعتقد أن هذا يعني زنبلك ومليان من جانب أردوغان، بأنه لماذا تكلم من اسطنبول؟ لماذا؟ وهل يعيش هناك في فندق أم فندق الوحيد الموجود في العالم كله في جنيف؟ ويعمل كما ينتقد، يعني ينتقد الناس الذين يعرضون من فنادق جنيف كما يعرض هو ايضا من فنادق اسطنبول. والعكس، اسطنبول كارثه كبرى، لان اردوغان يريد دمارا المنطقه العربيه كلها، لانه كان يريد ان يعود لمنطقه